Ladies and gentlemen, welcome
تعال تعال. انا حاسس ان الشلال بيخبطني في وش الشمال. يا جماعه الحياه حلوه، الحياه حلوه قوي، شويه طراوه عجب. احلى طلعه طلعتها من ساعه ما جيت كندا. مشوار حوالي 5 كيلو زيادة صعودا على الجبل وصلنا الحمد لله للمنظر الطبيعي ده. وانا كنا 6 3 وقعوا ورا، بس ان شاء الله هيوصلوا بعد شوية. يعني الخسارة 50% انا يا جماعة. بقالنا 4 ساعات على الهايك وراجعين الحمد لله. مشينا حوالي كام؟ 5-6 كيلو بس، صعود على الجبل ونزول وصعود ونزول وصعود ونزول تاني. عموما احنا مفتقدينكم كلكم، واتمنى ان الرحله الجايه ان شاء الله تعالى تبقوا معانا جميعا. انا تعبان مش قادر اتكلم بقى، خلاص بدانا ننهج وتعبنا.